أعزائي المشاهدين، أسعد الله مساءكم بكل خير. أقدم لكم النشرة الرئيسية من الفضائية التشادية. أهلا وسهلا بكم. أطلق صباح اليوم وزير التعليم العالي البحث والابتكار زكريا فضل كتر أطلق رسميا امتحانات تقييم الشهادات الجامعية الخاصة والمعاهد العليا بحضور عدد كبير من مسؤولي التعليم العالي. أحمد ياسين. بهدف تقييم وتنظيم مسيرة التعليم العالي في جميع المؤسسات التعليمية الخاصة الجامعات والمعاهد العليا، لذا تنظم الهيئة الوطنية للامتحانات والمسابقات العليا من حين لآخر مسابقات وامتحانات لاعتماد هذه الشهادات طبقا للنظام التعليمي المعمول به في مؤسسة التعليم العالي الحكومية. وعقب إطلاقه للامتحانات فقد عبر وزير التعليم العالي عن انطباعاته. 248 تلميذ. أنا التلميذ ما كتير، والكانديدات ما كان، ما نعرفهم ما عندهم كانديدا ولا ما يقدروا يرسموا، بعدها إذا ما عندي دبلوم ناسيونال، ولا بد يرسموا كانديدا أكيد، إذا ما أنا بعدها، هسه نشوفوا بعد الامتحان ده، ما المسائل، ما الوزارة، نتصلوا معاهم. وهنا يمكن القول بأن عدد المعاهد والمؤسسات التعليمية الخاصة المشاركة في هذا الامتحان 13 مؤسسة فقط من بين عشرات المؤسسات التي لم تشارك لأسباب غير معروفة. هذا ولقد أطلق وزير الصحة العامة عزيز محمد صالح حملة تطعيم الأطفال من سن 0 إلى 10 سنوات بمدينة بول بحاضرة إقليم البحيرة بحضور عدد كبير من المسؤولين بالقطاع الصحي هناك. حسن جدة وتفاصيل هذه الحملة. استقبال جماهيري حاشد حظي به وفد وزارة الصحة العامة الذي يقوده الوزير عزيز محمد صالح من قبل سكان قرية ماليو باغا الواقعة بكانتو كانغالوم مركز إداري بول الريفي على بعد 45 كيلومتر من مدينة بول حاضرة إقليم البهيرة، حيث أن الوفد جاء لإطلاق حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال من سن 0 إلى 10 سنوات، حملة استهدفت أطفال المناطق صعبة الوصول بإقليم البهيرة، خاصة تلك التي لم تصلها الحملة الأخيرة التي احتضنها الإقليم في 5 أبريل الماضي. خطابات عدة قدمت خلال حفل الافتتاح، منها كلمة المستشار الأمني للحاكم، حيث رحب الأخير بالحضور من ثم سرد احتياجات المنطقة من الناحية الصحية للوزير، أبرزها قلة الكادر البشري المؤهل بجميع المستشفيات والمراكز الصحية بالبحيرة ومعدات العمل، إلى جانب عدم وصول أفراد الصحة في الوقت المناسب نظرا لقلة سيارات الإسعاف. باسم جميع شركاء المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال، قدمت أيسة با سي دي بي خطابا أكدت فيه دعمهم للحكومة للقضاء على هذا المرض، كما طلبت من المسؤولين مساندة القائمين بعملية التطعيم من أجل أن تصل الحملة جميع أطفال المنطقة. خطاب وزير الصحة العامة عزيز محمد صالح عند إطلاقه للحملة جاء فيه إن الحكومة عبر شركائها تسعى إلى محاربة هذا المرض والقضاء عليه نهائيا، وهذا يتطلب من سكان المنطقة التعامل مع فرق التطعيم من أجل أن تصل الحملة جميع أبناء البحيرة. وردا على متطلبات سكان المنطقة وعد عزيز بتنفيذها في أقرب وقت ممكن، كما دعا جميع الآباء إلى فتح أبوابهم للقائمين بعملية التطعيم من أجل إنجاح العملية. وفي طريق عودته إلى العاصمة توقف الوزير والوفد المرافق له بمستشفى مركز إداري كلوديا، حيث تفقد الوزير جميع أقسام المشفى والنظر إلى حالة المرضى فيه والاستماع إلى ما يحتاجه المستشفى من قبل الطبيب المسؤول عنها. هذا ولقد أشار الوزير بعد افتتاح حملة التطعيم إلى افتتاح 4 من المراكز الصحية بمنطقة كلوديا للتخفيف من معاناة السكان بالمنطقة. نستمع إلى هذه الجزئية. المستشفى بني من 2013 وما يعني ما في إمكانيات جابوه للمستشفى يكون مشاكل، وجينا شفنا وطلبنا من العمال الشغالين هنا يعملوا جهودهم ليفتحوا المجال لغسل الأم والطفل، وطبعا ليفتحوا مجال لكل الإيرجنس، وده المشاركة قالوا يساعدونا في أسرع وقت نفتح هذا المجال. والمثل ده ما في 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 كلية هنا بس، إننا المثل ده في كل الأقاليم، ونحن الأهمية هنا لنمش لنشيف
ونشوف كيف من هنا قدام يعني نسوء هذا المستشفيات يكونوا شغالين ويساعدوا في التنمية وفي الهدف الرئيس الجمهورية الدانا في مجال الصحة. وزير ترقية الشباب الرياضة والعمل محمد نصر عبد الله يترأس مناسبة تسليم الجائزة التي تحصل عليها الرياضي التشادي الذي أصبح حكما دوليا لبعض من الألعاب الرياضية. المزيد لدى عباس أبكر. بعد مشاركته في مسابقات الكاراتيه التي نظمت مؤخرا بدبي الإماراتية، تشانغ واي تشانغ تم اعتماده رسميا حكما دوليا في مجالي العروض والقتال، حيث سلم تشانغ واي تشانغ الجائزة التي تحصل عليها إلى وزير ترقية الشباب والرياضة والعمل محمد نصر عبد الله. ومن هذا المنطلق فقد أعرب تشانغ واي تشانغ عن فرحته بكونه حكما دوليا لرياضة الكاراتيه. شيء كان دوران هذه اللي سبورتيف وايدين ده كان نار وين ده نيرة كان ياخد من ده يبقى البيت. وزير ترقية الشباب والرياضة والعمل قال بأن هذا الإنجاز يعد فخرا للبلاد. والمدرسة خدم بنفسها بدون معاون بتزول، لكن شال النية عشان بيدرب وصفة جارين ذاته مقدر عنده قدرة ويفهمه ويقدر يسوي كحاجة كما كمان إن شاء الله بيجي له أهمية وبيساعدهم كان كم شفت على ما خير كل مستورين في الرياضة يعني بلين متأخرين فتأخر عقنا ده كان بتاتر ما فهمنا ولا موضوع هسه كمان يعني عن الجديد ما على كل الماء نشيل أفكار منهم كله ونسوي كل جهدنا عشان الجناس تشاديان سياسة بتحكومة ما داير كده الشاديان كل يقوم بقوة واحد. علما بأن تشانغ واي تشانغ يعد الأول تشادي ضمن تشكيلة حكام الكاراتيه الدوليين وأيضا الوحيد في دول الساحل والصحراء. ترأست الأمينة العامة للحكومة المكلفة بالعلاقات مع الجمعية الوطنية مريم محمد نور أعمال اليوم التفاكري المنظم من قبل جمعية الإشراق لتنمية إقليم شريبة قرمي بحضور عدد كبير من أبناء الإقليم. حليمة السعدية يعقوب. تحت شعار نهضة الإقليم من أولوياتنا ونسبة لأهمية هذا اليوم، نظمت جمعية الإشراقة لتنمية شاربة قرمي الكبير يوما تفاكري حول تنمية الإقليم. بدأت المناسبة بكلمة رئيس اللجنة التنظيمية محمد حسن طاهر رحب بالحضور على تلبيتهم الدعوة، وأعقبه في الحديث رئيس الجمعية الذي أشار إلى الأهداف الأساسية لتأسيس هذه الجمعية. إقليم شاربة قرمي الكبير، عندما نقول إقليم شارب باقلم الكبير نعني به الأقاليم الثلاث، وهي إقليم حجر رميس، إقليم شارب باقلم، وكذلك إقليم أنجمينة. هذا اليوم التفاكري كان على شكل محاضرة قسمت إلى قسمين، حيث تناول في المهور الأول الدكتور محمد الأمين أبا ثقافة وحضارة منطقة شاريبة قرمي العريقة، أما المهور الثاني فقد خصصه لشرح أهم مخرجات المنتدى الوطني الشامل من قبل الخبير القانوني سنوسي حسن عبدالله، فيما سردت الأمينة العامة للحكومة المراحل التاريخية التي مرت بها المنطقة. المناقشة دي ما تكون إلا مرة واحدة في السنة، نلقى مناسبات كثيرة عشان نناقش أشياء كثيرة لازم نوضوها لإيال وبناتنا شعري بعجرمية يفهموها وإشان هما يكونوا واعيين ويكونوا راس. ونشير إلى أن جمعية الإشراقة لتنمية شاربة قرمي الكبير تم تأسيسها منذ العام 2015، ومنذ تلك الفترة قامت بتنظيم العديد من الأنشطة الثقافية والاجتماعية. قدمت مؤسسة القلب الكبير معدات زراعية وأجهزة كهربائية إلى المنتجين الزراعيين بإقليم البطحاء وبعض من الجمعيات النسائية التي تمارس نشاطاتها داخل إقليم البطحاء. محمد طاهر جبرين الحر وهذا التقرير. مئات من التجمعات النسائية بإقليم البطحاء مندمجة في اتحادات تستفيد من هذا العطاء السخي لسيدة البلاد الأولى ورئيسة مؤسسة القلب الكبير هند ديبي إتنو. تتكون المعدات من مولدات كهربائية، طواحين غلال، طواحين فول وأخرى لمختلف المأكولات، إلى جانب العديد من أدوات الإنتاج الزراعي والسقي. ويأتي هذا الدعم ليؤكد الرغبة الجادة للسيدة الأولى من أجل النهوض بالمرأة وتمليكها أسباب محاربة الفقر من خلال الإنتاج. وشكرا لها من المركمة المرقو
عشان بيساندوا وبيكاتفوا بنت وشيه سوته له البريمير دان هند دي بيكنو. بعد المعدات ده في الجمهورية الرابعه اول مره ده وانينا لقينا لنا ماتريير عن الخدمه حق الامين خاص. الامين العام لاقليم البطحه كودي دانيكي الذي مثل الحاكم في حفل التوزيع امتدح الاعمال الخيريه التي ظلت تقدمها السيده الاولى لصالح الشرائح الضعيفه باقليم البطحه. وفي نفس السياق قام حاكم اقليم البطحه علي ادم عبد الله بزياره الى السجن المركزي لمدينه اتيا حيث قدم للنزلاء كميه من البطانيات مقدمه من سيده البلاد الاولى. كما زار الحاكم أيضا كل من مقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فرع إقليم البطحة وخلوة ابن نافع في قرية البطل لتسليم نفس الكميات من البطانيات هدية من رئيسة مؤسسة القلب الكبير هند ديبي إتنو. المدير ترأس مدير الميزانية بوزارة المالية اختتام أعمال الورشة التدريبية التي نظمها مشروع الدعم وتدريب موظفي الدولة لصالح 14 وزارة. محمود مسلفيل. بهدف تعزيز قدرات العاملين بوزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني لترقية العمل الرعوي بالبلاد وعليه، فقد أنهى المشاركون أعمال الورشة التدريبية التي نظمتها وزارة الثروة الحيوانية بالتعاون مع المشروع الإقليمي لدعم الرعي بدول الساحل بارابس، وذلك لصالح عدد من عمال الوزارة. في كلمة الاختتامية لهذه الورشة المدير الفني بالمشروع محمد عبد الله برومي قال إن الدورة سمحت للمشاركين بتلقي المعلومات الهامة التي تساعدهم في كيفية دراسة أحوال الأزمات الرعوية بالبلاد، بالإضافة إلى معرفة الضوابط والتوجيهات التي تتعلق بالمجال الرعوي. وفي نهاية حديثه طلب من المشاركين تطبيق كل ما تلقوه خلال أيام الورشة على أرض الواقع لأجل المساهمة في تحسين قطاع الثروة الحيوانية بالبلاد. خلال ثلاثة أيام استفدنا شيء كثير. اليوم إذا في حصلت التواري كيف الإنسان تحمي زيادة المال وكيف أنت تجيم أن توجيهم قبل ما يودوا البهايم ده. هذا وفي نهاية المناسبة وزعت إفادات للمشاركين البالغ عددهم 9 مشارك ومشاركة. كان هذا تقرير زميل محمود موسى الفيل حول أعمال الورشة التدريبية التي نظمت لصالح مسؤولي وزارة الثروة الحيوانية. وإلى تقرير الخاص بأعمال الورشة التدريبية التي نظمها مشروع الدعم وتدريب موظفي الدولة لصالح 14 وزارة. محمود موسى الفيل. بعد 5 أيام من فعاليات الورشة التدريبية التي نظمها مشروع الدعم تدريب موظفي الإدارة العامة لصالح موظفي عدد من الوزارات حول تعزيز الكفاءات في كيفية تصميم وتنفيذ إطار الإنفاق المتوسط الخاص بالميزانية العامة لمشاريع الدولة، المشاركون من جانبهم خرجوا بقرارات وتوصيات عدة أهمها تطبيق مخرجات الورشة الخاصة بالوزارة المعنية على أرض الواقع وتكثيف الورش والندوات حول برنامج تصميم وتنفيذ إطار الإنفاق المتوسط للميزانية لأجل تعميم الفائدة. وبهذه المناسبة فقد تحدث كل من منسق مشروع دعم تدريب موظفي الإدارة العامة عبد الحكيم عبيد أحمد ومدير الميزانية بوزارة المالية دكتور نايم بايل إنجي كوندي أكد خلال حديثهما بأن هذه الورشة سمحت للمشاركين بتلقي العديد من المعلومات الأساسية التي تمكنهم من فهم ودراسة التصاميم المختلفة للمشاريع مع الأخذ بعين الاعتبار وضع خطط جديدة تسهم في تنفيذ المشاريع المختلفة بغية تحقيق الأهداف المرجوة. للتذكير فإن هذه الورشة ضمت 14 وزارة. قامت بعثة من وزارة البيئة المياه الصيد بقيادة الأمين العام النائب سعدية عثمان بزيارة إلى مدينة بول للوقوف على مشروع الخاص بإعادة وتجديد النظام البيئي بإقليم البحيرة بالتعاون مع السفارة الفرنسية لدى البلاد وبرنامج الأمم المتحدة من أجل التنمية. عبد الله هارون. وصلت البعثة المكونة من وزارة البيئة والمياه والصيد والسفارة الفرنسية لدى البلاد وبرنامج الأمم المتحدة من أجل التنمية إلى مدينة بول حاضرة إقليم البحيرة، وفور وصولها توجهت البعثة إلى قرية ميليا موقع المشروع المتعلق بإعادة وتجديد النظام البيئي بإقليم البحيرة التابع لوزارة البيئة.
وبتمويل من الحكومة الفرنسية وبإشراف من برنامج الأمم المتحدة من عجل التنمية، وذلك للوقوف على ما تم إنجازه من المشروع. وبهذه المناسبة أولى المتحدثين منسق المشروع أحمد عقلة الذي أوضح بأن المشروع يهدف إلى مساعدة سكان قرية دمليا ومدهم بالمياه الصالحة للشرب ومحاربة الزحف الصحراوي الذي بات يحدد الإقليم. من ناحيتها مديرة برنامج الأمم المتحدة من عجل التنمية كارول فلور قالت إن هذا المشروع الحيوي يساعد القرى النائية للتغلب على التغيرات المناخية، مناشدة أعضاء التجمعات القروية بضرورة القيام بحملات توعوية للسكان لمعرفة أهمية البيئة. أما السفير الفرنسي لدى البلاد فيليب لاكوست أشاد بهذه الخطوة من أعمال المشروع خلال هذه الفترة القصيرة، مؤكدا بأن حماية البيئة تعد محورا أساسيا للإنسان والحيوان وجعل نظام بيئي متماسك لتعزيز الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة. بدورها الأمين العام النائب بوزارة البيئة سادية عثمان دبا قدم شكرها لشركاء التنمية البيئية، وقالت إن مثل هذه المشاريع تدعم سياسة الحكومة الرامية إلى توفير المياه الصالحة للشرب ومكافحة الزحف الصحراوي، علما بأن التكلفة الإجمالية لهذا المشروع بلغت أكثر من 1 مليار فرنك سفاه وغرز أكثر من 4000 شتلة من مختلف أنواع الأشجار. شارك مؤخرا حاكم إقليم البحيرة محمد أبالي صلاح وحاكم إقليم حجر لميس في أعمال المنتدى منتدى حكام حوض بحيرة جات بالتعاون الإقليمي والاستقرار من أجل تمكين السلام والتنمية المستدامة ووضع استراتيجيات مشتركة لمكافحة الإرهاب وتنمية حوض بحيرة جات الذي احتضنته مدينة مايدوغوري النيجيرية. عبد الرحمن أدم رحمة وتفاصيل هذا الملتقى. المساعدات الإنسانية، فرض دائم السلام فضلا عن التوجه نحو التنمية في حوض بحيرة تشات بالإضافة إلى بسط الأمن والاستقرار، تلك هي أهم النقاط التي تناولها منتدى حكام حوض بحيرة تشات للتعاون الإقليمي والاستقرار من أجل تمكين السلام والتنمية المستدامة في الإقليم، وذلك بحضور كل من دولة النيجر، نيجيريا، الكاميرون، بالإضافة إلى البلاد التي مثلها حاكم إقليم البحيرة محمد أبالي صلاح بصفته حاكما لإقليم البحيرة، والدكتور أبو بكر جبريل أبو بكر حاكم إقليم حجر لميس، حيث سمح هذا اللقاء للحكام المشاركين والشركاء بالتطرق نحو دراسة وبلورة هذه النقاط من وجهة نظر وضع استراتيجية مشتركة عبر حياتي مكافحة الإرهاب والبحث عن تنمية منطقة بحيرة تشات لكل الدول الأعضاء. ومن بين هذه الكلمات فقط أشار حاكم إقليم البحيرة محمد أبا علي صلاح فقد أعطى لمحة عامة عن إقليم البحيرة وأشار إلى أهمية مثل هذه اللقاءات، وقال إن مسألة مكافحة الإرهاب مسؤولية تقص الجميع وذلك يتطلب من الدول الأعضاء تضافر الجهود والسعي من أجل تطبيق خطوات رؤساء الدول الأعضاء في هذه المبادرة، وأن عملية الخطة المشتركة والاستراتيجية التي سيخرج بها المنتدى ستسهم بشكل كبير في تنفيذ هذه الخطة. وللمعلومية فإن مخرجات المنتدى قد نصت أن يكون الاجتماع بشكل دوري مع الالتزام بالقرارات الصادرة بالإضافة إلى التنسيق مع شركاء الدول الأعضاء والاتحاد الإفريقي، وسيكون المنتدى القادم في بداية العام 2019. قدمت النائبة البرلمانية فاطمة نور الشام مساعدات للجمعيات النسائية بمقاطعة الدبابة بإقليم حجر لميس استعدادا لاستقبال شهر رمضان الكريم. التفاصيل لدى محمد حسن آدم. تتكون المساعدات التي قدمتها النائبة البرلمانية فاطمة نور الشام رمضان إلى مختلف الجمعيات النسائية بمقاطعة الدبابة بإقليم حجر لميس من جوالات السكر وباقات الزيت إلى جانب أفرشة وسجاد للصلاة، وذلك تشجيعا لنساء المقاطعة على مشاركتهن الفعالة في فعاليات عيد المرأة وحملات التوعية حول مخرجات الملتقى الوطني الشامل لإصلاح مؤسسات الدولة. بدأت المداخلات بكلمة مسؤول المركز الاجتماعي لمدينة بوكورو والذي شكر النائبة البرلمانية على هذه البادرة الكريمة. من جهتها النائبة البرلمانية فاطمة نور الشام رمضان شرحت للنساء أهمية الجمهورية الرابعة التي أعطت للمرأة مكانة مرموقة لا سيما المرأة الريفية، وعليه طلبت من أخواتها النساء الوقوف خلف الرئيس المؤسس للحركة الوطنية للإنقاذ من أجل تحقيق برنامجه السياسي في شتى المجالات.